لو عايزة حاجة توحد لون البشرة، تضيق المسامات، تقدري تستخدميها كتونر، تقدري تستخدميها كغسول، تقدري تبخيها على وشك وتستخدم كواقي شمس وانت طالعة بالنهار، تقدري كمان تستخدميها كتضييق للمسامات عشان تقدري تحطي الميك اب والمسامات ما تبقاش باينة وتديك الملمس الزجاجي للبشرة. لو محتاجة حاجة بتنعم وترطب وتفتح، محتاجة حاجة بتوحد لون البشرة، حاجة طبيعية موجودة في كل البيوت وموجودة في معظم المنتجات الطبية اللي موجودة للتنعيم وللترطيب وللتفتيح، الحاجات دي كلها موجودة في مية الرز. خلاصة، مية الرز من الحاجات الممتازة جدا في علاج المشاكل اللي احنا قلناها دلوقتي. تعالوا مع بعض كده هو نعرف اكتر عن مية الرز. مية الرز من الحاجات البسيطة اللي كانت بيستخدموها الصينيين واليابانيين والجنوب شرق اسيا كلهم في علاج مشاكل البشرة. ازاي؟ بيوحد لون البشرة. يعني لو انت عندك بقع داكنة في البشرة مثلا، في دو بقعة والبشرة كلها لون وفي بقعة بس لون داكن، فانت لما بتستخدميها على بشرتك بتوحد لون البشرة. كمان تقدري تستخدميها كترطيب، من الحاجات الممتازة جدا في ترطيب البشرة، بتديك الملمس الزجاجي، الملمس الاستريتش للبشرة، تضيق المسامات وتخليها مش باينة، يعني تكون مساماتك مش باينة، بتعالج مشاكل البشرة الدهنية في ان هي بتقلل افراز الدهون، بتقلل افراز الدهون، بتزود مادة ممتازة جدا في بشرتنا وهي مادة الكولاجين. مادة الكولاجين دي كلنا عارفين ان هي مسؤولة عن الاستريتش بتاع البشرة، ان البشرة تبقى مرنة، ما يحصلش فيها تجاعيد، ما يحصلش فيها اللي هي الفاين لاينز اللي هي الخطوط اللي بتيجي مع تقدم السن. من الحاجات الممتازة جدا اللي ممكن تستخدميها لبشرتك بصورة يومية. قبل ما نقوله الطريقة، يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنشر الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا من الخلطة الخرافية اللي هنقوله دلوقتي. نقوله ازاي بنعمل مية الرز دي والطريقة الصحيحة في عمل مية الرز. عندنا 3 طرق، ولكن هنقوله طريقة واحدة بسيطة جدا وسهلة جدا في تحضير مية الرز. جيبوا كمية وليكن نص كوب من الرز. الرز يفضل يكون بسمتي، ولكن اي رز موجود في البيت هينفع للطريقه دي. بعد ما بنجيبه نص كوبايه رز دي بنغسلوها كويس مره واحده، وبعد كده بنجيبه قدها 4 مرات، يعني قد نص الكوبايه دي 4 مرات، يعني قد كوبايتين تقريبا من الميه، وبننقع الرز فيها لمده 12 ساعه وبنسيبوها في الثلاجه. لما بتسيبها في الثلاجه بتطلع تقريبا عصاره الرز اللي موجوده، كل الفوائد وكل الحاجات الكويسه اللي موجوده جوه الرز بتطلع في المية دي. بعد 12 ساعة بنطلع الخليط اللي بيطلع ده، وبيكون خليط زي ما انتوا شايفين كده هو معكر. مية بتاعت الرز دي هناخدوها ونحطوها في بخاخ، او لو مش موجود بخاخ ممكن تحطيها في اي اناء عندك، وتبتدي تبلي منديل او القطنة الطبية بتاعت البشرة وتحطيها على البشرة بالشكل دوت. ولكن يفضل ان انت تستخدميها في بخاخ زي اللي موجود معانا ده. المية بتكون بالشكل دوت، لونها بيكون بالشكل ده، مش عارف باين معاكم كده. بنحطوها في بخاخ بالشكل دوت، وبنبدأ نبخه على بشرتنا كلها مرة الى مرتين يوميا. خلينا في الطريقة البسيطة، قبل ما تنزل للشغل او قبل ما تنزلي للشغل، قبل ما تتعرضي للشمس حاولي تحطيها على بشرتك لو انت ما بتستخدميش واقي شمس. برضو من الحاجات الكويسة جدا استخدم تعتبر واقي شمس طبيعي. طب لو انا تعرضت للشمس وجاية مثلا من بره وحاسة ان وشي سخن وحاسة ان في حرارة في وشي، بقدر ابخ مية الرز دي، بيرطب البشرة وبيلطفها وبترطيب. تطلعيها على طول من التلاجة وتبخيها على وجهك وتحفظيها في التلاجة لمدة اسبوع، يعني كل مرة تعمليها مثلا تستخدم لمدة اسبوع، يعني دي مثلا بقالها تقريبا معايا 3 أو 4 أيام في التلاجة. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.